السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تخلي واحد لايك واحد لابوني لاشين باش يبقى يطلع لكم فيديوهات كاملين اللي كنزلوه، وخليوا اي اسئله ولا اي حاجه في لي كومونتير. المهم فيديو اليوم الخوت غنعملوا الطريقه كيفاش تحققوا 4000 ساعه مشاهده هي بالهاتف ديالكم والويفي. وكاين واحد التطبيق اللي واعر واعر بزاف، دابا ندخلوا البلاي ستور ونوريكم التطبيق شنو يسمو وكيفاش تخدمو به. كما كتشوفوا الاخوان، هذا هو الاسم التطبيق، يوسي براوس تيربو. التطبيق اللي تقدر تخدم به 4000 ساعة بلا بي سي بلا والو، التطبيق اللي سهل سهل بزاف. المهم دابا الخوت ندخلوا التطبيق ونوريكم الطريقة باش تخدمو 4000 ساعة. من بعد الاخوان ملي كتدخلوا للتطبيق، هذه هي الواجهه التطبيق، كتكليكيو على ديك ثلاثه د الاشرطه كتطلع لكم هذه الواجهه. ضروري تعملوا المتصفح الخفي او التصفح الخفي باش يوتيوب ما كيعرفش ديك المشاهدات او ساعات المشاهدات من جايه، يعني كتبقى مخفيه ما بيناش من جايه. كما شفتوا الاخوان رايت اكتيفات وضع التصفح الخفي يعمل. دابا ندخلو اليوتيوب ونكتبو اي قناة او دخلو القناة ديالكم. المهم حنايا كنجربو دابا، غندخلو لواحد القناة ونوريكم طريقة العمل. كما ترون يا اخوان دخلنا الى هذه القناة وسنشاهد فيديو او مجموعة، يجب ان تجمعوا مجموعة من الفيديوهات لكي تبقى تشاهد كل يوم، يعني يكون فيديوهات طويلة. كما ترون يا اخوان سندخل الى هذه القائمة وفي عدة فيديوهات تقريبا 48 فيديو، وسبقى تشاهد طوال اليوم او احسن اذا كان الفيديو طويلا، يعني فيديو واحد طويلا من الاحسن يكون فيديو واحد طويلا او يكون عدة فيديوهات. اول شيء ننقص الصوت، ثم لا كاليتي دو فيديو يا اخوان كنقصوها 144 لكي لا تاخذ الانترنت كثير. وبعدها نخرج من هذه الصفحه ونضغط الزائد لكي ننشئ صفحه اخرى ونكرر العمليه. ندخل الى اليوتيوب ثم ندخل الى قناتنا ونشاهد الفيديو اخر، فيديو او البلاي ليست التي انشاناها، ثم نكرر العملية عدة مرات. كما ترون يا اخوان دخلنا الان الى هذه الصفحة او الى هذه القناة، وندخل الى فيديو اخر ونضعه يشتغل، ننقص الصوت وننقص جودة الفيديو لكي لا يأخذ معنا الواي فاي او الانترنت كثير، لكي يمكننا ان نفتح عدة نوافذ. الان سنفتح نافذة اخرى، ويمكن أن تفتحوا 10 أو 15 نافذة على حسب الإنترنت الذي يوجد عندكم. إذا كان الإنترنت قويا يمكن أن تفتح 10 15 20، وإذا كان ضعيفا يمكن أن تفتح 10 5 على حسب. كما ترون يا إخوان الآن فتحنا 4 نوافذ وكل نوافذ شغالة، والساعات المشاهدة تحتسب كما ترون يا إخوان. يمكن أن تخرج من هذا التطبيق والنوافذ كلها شغالة، وتتصفح الفيسبوك أو تعمل أي شيء. من الأحسن أن يكون لديك هاتفين، هاتف تتركه يجمع الساعات المشاهدة، وهاتف آخر تشتغل به في الفيسبوك أو يوتيوب أو أي شيء من هذا. لن تنسوا ضغط زر اللايك والإعجاب والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.